ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. يعني دكتور أحمد، بداية وبعد التحية، معدلات إذن التضخم المرتفعة لا زالت تضرب جميع البلدان حتى في أوروبا والولايات المتحدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وقبلها أيضا أزمة كورونا. إلى أي مدى يمكن أن تطول هذه الأزمة؟ وأيضا ما هي كيفية الحل على الأمد القريب؟ يعني من المتوقع هذا الوضع الصعب خاصة بالنسبة للدول الأوروبية أن يستمر لفترة زمنية قد تطول، لأن أوروبا تقليديا هي تعتمد على مصادر الطاقة الروسية بالنسبة للغاز الطبيعي ما يزيد عن 40%، وكذلك أيضا تعتمد بشكل أساسي على النفط الروسي. وطالما ان اوروبا هي تحاول ايجاد البديل خاصه عن الغاز، ولكن هذا البديل يعني اوروبا تمكنت من ايجاد حوالي 25% من حاجياتها عن طريق الغاز المسال، ولكن هذا الغاز المسال يعني تكلفته اكبر بكثير من الغاز الذي كان ياتي عبر الانابيب من روسيا. كذلك ايضا هناك مخاطر كبيره جدا، لان اوروبا تعتمد على إيجاد البديل عن الغاز الروسي من خلال الغاز الذي يأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو على شاكلة الغاز المسال. ولكن كما هو معلوم أن مع بداية كل فصل شتاء الشواطئ خليج المكسيك تواجه أعاصير قوية، لذلك من المتوقع أن إمدادات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف. مثل هذه الجوانب يعني تبقى دائما في أذهان المستثمرين، وهذا ما سوف يجعل أسعار الطاقة تحافظ على خطها التصاعدي للمرحلة المقبلة. كذلك أيضا جانب آخر مرتبط مع عدم قدرة الاتحاد الأوروبي كتكتل كامل يضم تحت مظلته 27 دولة، عدم قدرته من يعني فرض صيغة تفاهمية مشتركة كخطة لجميع الدول الأعضاء لكي يعتمدونها ومن أجل تخفيف مستوى التضخم، وهذا ما يزيد من خطورة الوضع بشكل كبير، خاصة وأن يعني دول منطقة اليورو 19 هي تخلت عن الكثير من أدواتها البنكية الأساسية عندما اعتمدت اليورو كعملة موحدة لها. يعني ليس بإمكان دول منطقة اليورو القيام بخطوات التسيير الكمي أو ما يعرف باللغة العامية بطباعة العملة، حتى تعتمد أكثر على مثل هذه الأدوات البنكية لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة. لذلك من المتوقع أن اقتصادات منطقة اليورو بشكل خاص سوف تواجه متاعب اقتصادية، سوف تعيد سيناريو أزمة الديون في عام 2012. ومثل هذه المخاطر نراها باتت واضحة في صناديق الاقتراع. الانتخابات السويدية قبل حوالي 4 أيام انتهت بالنصر الكاسح لليمين واليمين المتطرف. هناك توقعات قوية جدا بأن الانتخابات الإيطالية المقبلة في 25 من الشهر الجاري أيضا سوف تؤدي إلى فوز جورجيا ميلوني، وحزب جورجيا هو يميني بشكل كبير، كذلك أيضا باقي الأحزاب المتحالفة معها. لذلك الوضع بالنسبة للقارة الأوروبية هو وضع قاتم وخطير، ويمكن أن ننتقل إلى ما هو أسوأ وأخطر بكثير. نعم، وضحت الصورة الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.